السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو مجرد راح نتابع تطور الفلفلة اللي حطيناها في الأصيص القماشي أو السمارت بوت، وراح نتابع ملاحظاتنا على الأصيص القماشي. طبعا اللي ألاحظه في الأصيص القماشي إنه يجف بشكل سريع جدا، والمشكلة اللي فيه إنه لما يجف بعكس الأصيص البلاستيك ما يجف من فوق وهو نازل، لا يجف من كل مكان بشكل متساوي. فهذه بالنسبة لي مشكلة، لأن لو جف السطح السطح التربة أعرف إنه على الأقل في الوسط ونازل في ماء، ولكن الأصيص القماشي يجف من جميع الجهات لأنه يسحب الرطوبة في القماش، وبعدين مع الهواء يجف الماء في الأصيص تقريبا بالكامل. ف شوي يتعب من ناحية الري والرطوبة في الأصيص، ولكن مثل ما احنا شايفين نمو النبتة ما شاء الله صحي وقوي، بدأت تعطي ثمر، فيها ثمر موجود، بدأت تعقد ثمر وما زالت مستمرة في النمو والتزهير. فمن ناحية نمو وكذا يعني ما زالت مستمرة النبتة وفيها تثمير. مثل ما ذكرنا في الفيديو اللي فات نلاحظ هني هذه البياض اللي هو من الأملاح اللي من الأسمدة الكيماوية والمياه اللي فيها معادن عالية، فهذه قاعد يتشرب في القماش نفسه، فالري لازم يكون عميق وبكثرة على أساس يغسل هاي الأملاح من القماش. غير عن هالشيء ما عندي أي ملاحظات ثانية ما تكلمنا عنها في السابق، ولكن راح يبين لما شوي يزيد الحر عندنا ندخل شهر 5، هني راح تكون التجربة الحقيقية حق هذه القماش أو هذه الأصيص القماشي. فراح نتابع هذه التجربة ونشوف النتيجة مع بعض إن شاء الله. فاللي عنده أي سؤال أو أي استفسار ممكن يتركه في قسم التعليقات، وأتمنى أن استفدتوا من هذه الفيديو وهذه السلسلة عن الأصيص القماشي للي حاب يجربه، وإن شاء الله أشوفكم في الفيديو الجاي. في أمان الله.